إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. معلش أنا بكلمكم دايما وأنا سايق لأن مفيش وقت لكده. في ناس عمالة تعتب عليا ويقول لك إيه يا دكتور غلط، يا دكتور خطر، يا دكتور كذا. ماشي أنا متشكر لو أنتوا خايفين عليا يعني، لكن هو طبعا أنا شايف الطريق مش باصص للكاميرا حتى، وهو ده الوقت المتاح، لاني لما بخلص شغلي ما بين الحقن والتردد والعياده بروح البيت يعني الاقي اسئله على الموقع بتاعنا على الفيسبوك ما بقدرش اجاوبها كلها برضو، فما فيش وقت. انا مش متفرغ للانترنت، انا بستخدم الانترنت واليوتيوب في اني اوصل معلومه، اوصل حاجه عايز اقولها للناس، لكن انا ما عنديش استوديو وعندي فريق عمل وعندي الكلام ده، فعشان كده انا ما عنديش وقت الا وانا سايق للاسف يعني. وان شاء الله ربنا يعني يكتب لنا الاجر ويحميني وما يحصلش مشكله ان شاء الله. ومتشكر ليكم، وموضوع السلوك الغير حضاري برضو انا متشكر على التنبيه يعني. المهم ان الموضوع بتاع الفيديو النهارده عن المريض لما يكون اناني، تمام؟ احنا مبدئيا علشان نبقى فاهمين القصة، موضوع المرض ده المفروض ان هو بيقرب المريض لربنا، تمام؟ ويخلي المريض يتحلى بمحاسن الخلق او اكارم الاخلاق، لانه قريب من ربنا. المريض دوت في دائقة، فلازم يبقى قريب من ربنا، تمام؟ احنا بنعتبر او يعني هو او الواحد بيفترض كده، فالمفروض اللي قريب من ربنا يبقى اخلاقه حسنة، اخلاقه طيبة كده، كويس؟ يعني ما يكونش اناني. واهل المريض يعني اهل المريض المفروض برضو ان هم بيبقوا في دائقة، فبيتحلوا بمكارم الاخلاق لان عندهم مريض، فبيحافظوا على المريض، تمام؟ فبيعملوا اعمال صالحة عشان زي ده ومرضاكم بالصدقة. نيجي بقى للمشكلة لما يكون المريض واهل المريض انانيين، يعني ما بيفكروش الا في نفسهم وبيضروا مرضى تانيين، يضر مريض تاني. يعني انت مريض ولا تراعي الا نفسك وبتضر المريض التاني. انت اهل المريض مهتم بالمريض بتاعك وعايز تريحه، لكن عايز مش مهم المرضى التانيين، مش مهم، المهم المريض بتاعي. فربنا من اين يأتي الخير؟ ربنا يكرمنا ازاي ربنا يكرمنا؟ هديكوا الامثلة اللي بتواجهنا علشان نتفاداها قدر الامكان. احنا عندنا لما بنعمل الحقن والتردد الحراري احنا بنستخدم اجهزه حديثه جدا، فما بنعملش الحقن والتردد في مستشفى عاديه، بنعمل الحقن والتردد في وحده قسطره قلب بها جهاز للاشعه التداخليه، او في مكان يكون فيه قسطره اشعه تداخليه، يعني جهاز كبير وغالي جدا. طيب الاجهزه دي بتبقى موجوده في مراكز قسطره القلب او مراكز القسطره، فبالتالي ما هياش موجودة في مستشفى، يعني مش في مكان فيه حجرات كل مريض ياخد حجرة بالحمام بتاعه واهله يقعدوا معاه وياكلوا ويشربوا زي ما بيحصل في المستشفيات يعني، تمام؟ لكن هو المريض بيبقى الاماكن اللي فيها القسطرة دي او جهاز الاشعة التداخلية بيبقى عبارة عن مكان زي الرعاية المركزة كده، لكن في سراير كتير كتير كتير، لان الحاجات اللي بتتعمل كلها المريض مثلا بيقعد ساعتين قبليها ويقعد ساعتين بعديها وبيمشي، ما بيبقاش في مكان، او احنا حتى المريض عندنا بيقعد نص ساعة او ساعة، فالمكان غير مؤهل لان يبقى فيه المريض قاعد مع اهله. ده بالعكس المرضى قاعدين او كل واحد في مكان خاص لكنهم في وورد واحد، في قاعة واحدة، تمام كده؟ دي وحدة. واللي بيعمل قسطرة في القلب عارف بيبقى قاعد في نفس المكان وجنبه الناس زي الرعاية المركزة. فأهل المريض المفروض ان هم ما يبقوش قاعدين معاه، يعني هم المريض يبقى موجود وهم يروحوا يقعد يجلسوا في استراحة او حاجة زي كده. يبتدي المرضى، ناس بتعترض، انا عايز اقعد مع المريض. طيب لو سمحت اجلس مع المريض بس ما تتكلمش، ما تعملش صوت. هو ما يقدرش يقعد مع المريض ما يعملش صوت، لازم بيتكلم، لازم بيحكي قصصه. مش مهم بقى ان في مرضى تانيين، هو فاكر ان الستاره دي هتمنع الصوت، هو مش شايف ان في مرضى تانيين حالتهم اسوأ من حاله المريض بتاعه، مش شايف ان في مرضى تانيين متوترين، هو طبعه كده متوتر قبل ما يعمل اي حاجه عمال يتكلم. النهارده حصل الموقف ده، مريضه بتشتكي لي ان المريضه اللي جنبها جوزها عمال يتكلم معاها بصوت عالي، بيتكلموا في الطلاق والجواز والكلام ده، جابوا اكل وقعدوا ياكلوا في المكان ده، هو مش مهتم الا بايه؟ بمراته.
هو مش مهم بقية المرضى، انا دلوقتي مش مهم، انا مراتي عايزة اكلها ومراتي مش قادرة تنتظر. طبعا احنا مفيش حد بياكل في المكان ده، المفروض ان هو بيروح البيت، هو بيقعد ساعة واحدة، فمش يعني مش هيجوع ساعة، ساعة واحدة ويروح البيت ياكل، او ياكل في الطريق، او يعزمها في حتة وهم مروحين. لكن لا، تبص تلاقيه لا جاب لها اكل وقاعد يتكلم معاها، وفلانة اتطلقت وفلانة اتجوزت. فطبعا المريضة اتوترت جدا والمريضة يعني انهارت نفسيا، فهو طبعا دي قمة الأنانية. واحد تاني مثلا زوجته او اخته بتعمل حقن جوه، يقول لك وانا شغال، المريض قريب المريضه الفلانيه عايزك بره دلوقتي يا دكتور محمد. يا جدعان ليه؟ في ايه؟ انا تحت ايدي مريض. لا ده هو عايزك دلوقتي، او بيقول لك خلاص شويه ويطرق. طب ما هو شويه ايه؟ ما انا توترت، والمفروض ان انا عايز اخلص، والمفروض ان انا ابقى يعني مركز في المرضى اللي قدامي. تخرج بره يقول لك ايه مثلا؟ شوف العلاج كده يا دكتور اللي انت جبته صح ولا لا؟ يا سيدي ما الممرضه تشوفه لك. يا دكتور هتديني تقرير طبي ولا لا؟ طب ما تسال الممرضه اللي قاعده جنبك، ليه هتقولي الدكتور؟ ليه؟ تمام؟ يا دكتور احنا نمشي بقى، مش هتبص علينا؟ يا سيدي الفاضل انا بشتغل، انا مش جاي ابص عليك وخلاص، انا بصيت عليك في العياده، انا دلوقتي بشتغل وفي ارواح ناس معايا. هو بيفكر في المريض بتاعه، احسن نمشي وننسى حاجه، احسن العلاج يطلع غلط، الصيدلي يشوفه لك، الممرضه تشوفه لك. او جايب لي اشاعه واحد قريبه يخرجني من بره، يعني بعد ما يطمن بقى ان مثلا اخته عملت كل حاجه، انا عايز الدكتور قبل ما امشي يجي. يا دكتور دي اشاعه والدتي، دي اشاعه مش عارف، ممكن تشوفها؟ طب ده وقت اشوف فيه اشاعات؟ وطبعا الموضوع في ظاهره لو الدكتور امتنع يبقى الدكتور ما فيش في قلبه رحمه، الدكتور راجل مادي، الدكتور وحش، الدكتور الموضوع شكله كده ان الدكتور وحش، لكن ما حدش فكر ان الدكتور في رقبته مريض نايم، والراجل دوت جايب لي اشاعه واحد قريبه اشوفها. فدايما يعني ما حد يعني انت هتضر مريض في النهايه، المريض الاناني بيضر مريض تاني، فاهم قصدي؟ مش بس بيضر نفسه بيضر حاجه، لا ده بيضر مريض زيه. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اتمنى تكون رسالتي وصلت، احنا بنعاتب بعض لاننا اخوات، واتمنى كلكم تتحلوا بمكارم الاخلاق وتبقى اخلاقنا راقيه واخلاقنا محترمه واخلاقنا كلها زي ما بتدعو الاديان السماويه كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.